مرحبا بكم يا أصدقائي الحلوين على قناة ساي بلاي، وأحبكم كثيرا يا متابعيني الحلوين. كل يوم سأصنع لكم تعليمات وقصص جديدة، لا تفوتوها. أيضا هناك مفاجآت سارة سأقوم بها من أجلكم، وشكرا لكم كثيرا يا أحبائي المبدعين على الأفكار الرائعة التي طلبتموها مني من قصص وتعليمات ترقبوها قريبا يا أحبائي. أيضا جاءت لي طلبات كثيرة من متابعيني المبدعين عن كيف يمكنني أن ألبس الشخصيات الأخرى كما أريد، وأيضا كيف أجعل طالبات المدرسة يرتدون مثل ملابسي. والآن يا أصدقائي المبدعين، قبل أن أعلمكم الطريقة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واللايك، وهيا بنا الآن نذهب إلى المدرسة لمقابلة الفتيات. سأذهب بدراجتي. مارك، مرحبا. اليوم لدي عمل مهم جدا من متابعيني المبدعين. حقا أنت تفعلين الكثير من أجلهم. نعم سوف أفعل كل شيء من أجلهم، فأنا أحبهم كثيرا، فهم لطفاء جدا. أنت محظوظة جدا يا سيب لي بأصدقائك المبدعين. نعم يا مارك، والآن علي الذهاب إلى المدرسة. حظا موفقا لك. كم أحب السير بالدراجة، أشعر بحركة الهواء تدخل في شعري. هل أنتم مثلي يا أصدقائي؟ ما رأيكم أن نجرب الطريق على حارس المدرسة أولاً؟ توقف هنا. مرحبا أيها الرجل. مرحبا، ماذا هنا؟ هل يمكنني أن أغير شكل ملابسك؟ نعم يمكنك. أشكرك كثيرا على حراسة المدرسة دائما. إنها من واجباتي. حسنا، والآن يا أصدقائي افعلوا مثلي. سنختار أي لبس. لا أرجوك، لا أريد هذا اللبس. لا تقلق، سنغيره. هل رأيتم؟ إنها سهلة جدا. لقد أحببت هذا اللبس، أرجوك ابقيه علي. أفضل سأبقيه. ما رأيك أن أغير لون شعرك والملابس؟ نعم أريد. والآن يا أصدقائي راقبوني وفعلوا مثلي. سنغير لون شعره. والآن لون ملابسه. ما رأيك باللون الأصفر أيها الرجل؟ لقد أعجبني كثيرا، أشعر أنني أصبحت شابا. حسنا، والآن سأجعل جميع الطالبات يرتدون نفس ملابسي. إلى اللقاء أيها الرجل الطيب. إلى اللقاء أيتها الفتاة اللطيفة. والآن سنتوقف هنا. مرحبا يا صديقاتي. أهلا يا سيلين. سأختار تلك الفتاة. ما رأيكم؟ والآن نعطيها نفس ملابسي.
والآن نعطيها لون ملابس. الآن يجب أن أجعل جميع الفتيات نفس ملابسي. راقبوني. والآن سأجعل الجميع يتبعني. ما رأيكم؟ الجميع يرتدي نفس ملابسي. يا إلهي، أنتم كثيرات جدا، لا يمكنكم ركوب الدراجة معي. سأبحث عن سيارة. سأنتظر البقية يأتوا. هيا بنا. أعلم أن السيارة لا تتسع للجميع، لكن على الأقل أخذت معي بعض الطالبات والبقية يذهبون سيرا. أنا آسفة، لم أنتبه لكم. لقد وصلنا يا فتيات. سأنتظر البقية يأتوا. لدي فكرة، سوف أستدعيهم. أوه، أنا آسف، لقد استدعيتك عن طريق الخطأ. هيا بنا. هناك فتاة تائهة، لنلحق بها. أيتها الفتاة، نحن لسنا هناك، تعالي إلى هنا. يا إلهي، كم هي سريعة جدا. انتظري، تعالي معي. إلى اللقاء أيها الرجل الطيب، يمكنك أن تعود لحراسة المدرسة. هيا بنا يا فتيات. مارك، انظر، لقد أحضرت معي ضيوف. والآن يا فتيات، سوف أودع أصدقائي الحلوين. ما رأيكم يا أصدقائي بتعليمات اليوم؟ هل أعجبتكم؟ يمكنكم أن تجربوها الآن وتبهروني بإبداعكم. أنا أعرفكم جيدا، أنتم أذكياء جدا ولا مثيل لكم. لقد استمتعت معكم كثيرا اليوم.
وشكرا للمشاهدة يا أصدقائي المبدعين. أراكم غدا بإذن الله بتعليمات وقصص جديدة، وأحبكم كثيرا يا أصدقائي الأعزاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك. أي تعليمات وقصص جديدة اكتبوا لي بالتعليقات. هيا يا فتيات، سنقول لأصدقائي إلى اللقاء معا. 1 2 3 إلى اللقاء.